السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أخواتي. اليوم راح نحكي عن الجابلشتابلة، بسموها بألمانيا جابلشتابلة، اللي هي الرافعة الشوكية، وبسموها عنا بالبلاد العربية اللي هي السدافة. تمام، فاليوم راح نشرح عنها ونشوف المعلومات عنها، وإن شاء الله نحسن نفيدكم بالموضوع إن شاء الله. رجاء اشتركوا بالقناة واعملوا لايك وعلقوا وفعلوا زر الجرس، وأي شيء بدكم يا معلومات أنا جاهز إن شاء الله. يلا خلونا نبلش. أول شغلة، الجو اليوم كتير حلو وعم ينزل تلج ما شاء الله، الله يبعث الخير يا رب. تمام، اليوم إخواتي إخواني درسنا عن الرافعة الشوكية، بسموها هون بألمانيا جابلشتابلة، اللي هي الرافعة الشوكية، نحن عنا بسموها الستافة. تمام، اليوم رح نشرح عن هي الستافة، عن مواصفاتها، قديش بتحمل، كيف تشتغل، كيف ترفع، كيف كذا. فهي الأمور كلها رح نحكي عنها اليوم إن شاء الله. أول شغلة بتيجي هدول الشوكتين معروفين. تمام، طبعا هدول الشوكتين من جوا بإمكانك تفتحهم، تعرض الفتحة تبعهم، بإمكانك تضيق الفتحة تبعهم، هي بتجي هيك تمام. وبالإضافة بإمكانك إنك ترفعها هيك، تميلها لفوق تمييل، إذا مثلا شغلة حاملة مشان ما تسحط لقدام تميلها لعندك. وبالإضافة إنك تحسن ترفعها بعلاوة 4 أمتار، يعني هي بتوصل حوالي 4 أمتار، فعلاوتها منيحة. طبعا في أوزان تحملها، كل وحدة في إلها وزن معين تحمله. هلأ مثل هي مثلا مكتوب عليها هون اللي هي 20-18، يعني هي بتحمل لحد الطن 800 جرام. تمام، لحد الطن 800 جرام تحسن تحمل هي الرافعة. تمام، أكثر ما في، إذا بتحمل أكثر يا بتقلب الرافعة يا بيطقوا هدول الشوكات. تمام، فهي رح نحكي عن هي اليوم، اللي هي شتيل، ماركة شتيل، ماركة ممتازة جدا 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 وكتير حلوة هالماركة عن جد. حنبلش بالدواليب. الدواليب تبعها بيجوا كاوشوك، ما بيجوا فيهم هواء، بيجوا كاوشوك، عبارة عن كاوشوك. تمام، اي بالنسبة للدواليب هي في عنا، هي بتجي هون، هي بإمكانك انت تسحبها هيك. تمام، تسحبها لفوق، تطلع هي هيك لفوق. هي في عنا هون عربيات بنحمل عليها حديد مثلا، او بنحمل عليها مثلا شغلات تكون طويلة أو شغلات تقيلة، فمنحمل عليها هاي القصص. فنحن بورجيكم درس إن شاء الله عنا كيف تنحط. فنحن بنحط العرباية، بنحط هون مدخل، إلى مدخل تتدخل من هون. تمام، بعدين بنجيب هاي بنحطها هيك وبنسكر عليها للعرباية، بنحسن بقى نسحبها للعرباية ونجرها ورا. تمام، هاي بالنسبة لهالموضوع. هاد بيجي في عنا طبعا ضوين، هذا الضو وهذا الثاني، عشان انت وتحط انه وقت ترجع لورا تتشغل الاضويه تشوف وراك. تمام، طبعا بيجي في مساحه ورا للبلور. تمام، اي بالنسبه لهي الموضوع هذا. بالاضافه انه قدام بيجي عندنا كمان ضوين، هذا الضو الفوق بيجي ضو ازرق على طول، تلاقيه ضاوي ضو ازرق على الارض. رح اورجيكم كيف يضلوا ضاوي ضو ازرق على الارض. هذا مشان اذا انت كنت ماشي بصاله، بالصالة مثلا عم تشتغل مثلا ماشي بالصالة، ما انه يشوفوك، يعني اللي ماشي في مشاة بالصالة يشوفوا انه في ضوء ازرق على الارض، معناتها في رافعة هون جاي. رح اشغل ضوء ورجيكم كيف. تمام، هذا الضوء بيشتغل من هون، بس احط لقدام انا ماشي بيضله شغال، شايفين هذا الضوء الازرق. تمام، هذا الضوء الازرق طالما انا ماشي بالرافعة وشغالة بيضلوا طالع هيك هذا الضوء، مشان اي حدا مثلا ماشي قدامي وكنت بالصاله مثلا جوا ببين معه انه انا في رافعه ماشي بالطريق ينتبه يعني. تمام، هي بالنسبه لهدول. بالاضافه في عندنا هدول الضوين اللي فوق. تمام، كمان هدول ضوين بتشغلهم عادي من هون، بنشتغلهم من هون، شايف شلون ضوى ضوهم كتير حلو قوي ما شاء الله بالليل، نرجع نطفيهم من هون. تمام، هاي بالنسبة لنا. عنا هون الكرسي، في هاي
انت بس تسحبها لقدام بامكانك وانت قاعد على الكرسي تكبسها لتحت بيقوم ينزل الكرسي، بصير وانت ماشي بالرافعه بصير في مثل قطمصورات مشان يضل عم الجسم عندك متحرك، ما يصير معك ديسك او شيء لا سمح الله ياثر على الظهر. ولفوق بتكبسها لفوق بترتفع لفوق بترتفع لفوق الكرسي، انت بتعايره كيف ما بدك. تمام، عندنا المسند، هذا المسند في له هي الكبسه هون. تمام، ترفعها لفوق، شوف شلون بيقرب هلا لقدام الكرسي. تمام، هي الكرسي تقدم لقدام، هي معناتها انت لازم تكون قاعد على الكرسي. تمام، وتعايره للكرسي كيف ما انت بدك. هلا انا بكبسها وبعايره، كبست الكبسه لفوق وعايرته انا طبعا، بس اطلع هلا برجع بعايره كيف ما كان. تمام، هي بالنسبه لموضوع الكرسي، هي بتقرب الكرسي لقدام وبترجعه انت لورا. كمان تكبسها لفوق تسحب لقدام تلاقيه تقرب الكرسي. هاي بالنسبة لهي الكبسة. كمان هون عندنا فرام الايد، هذا فرام الايد بس تنزلوه خلاص هيك علقت فرام الايد، انت بس بدك ترجع تسحبه بتكبس هيك لتحت، تسحب سحبة وفتلة بيرجع بيطلع لفوق، هيك بفك اللعبة. تمام، هاي بالنسبة لهذا. خلينا نطلع الرافع نشوف شو في بقلب مجول، لاني بردت كتير. يا لطيف. تمام، هلا هي الدركسيون تبعها للرافعة. تمام، طبعا الرافعة بتجي هي كهرباء، هالكهرباء بتنشحن شحن في إلى بطارية، هلا بورجيكم اياها بس لا انزل بورجيكم اياها البطارية. مفتاح هون بينحط تبعها، إلى مفتاح نظامي. تمام، بالإضافة لهي الشاشة تبعها هون فوق عم يقولوا لك قديش فيها شحن لسه. تحت هي الكبسة متحكم بالسرعة، هي اللي كان مرسوم عليها رسمة أرنب، هلا بغيرها بتصير واحد، هي صارت بطيئة بتمشي بطيئة بسرعة 10، حطها 2 تمشي بسرعة 20. تمام، هي هون عنا تحت الساعة، هي هون قديش كم كيلو ماشي والقصص هي يعني اليوم بالحكي هذا. تمام، هي الكبسة مشان إذا أنت كبستها، طبعا هي الرافعة ما فيها ضوء من وراء، إنه مثل الفليشر بسموه. تمام، الفارنيت. تمام، فهذا بتكبسها بقوم بصير بيشتغل الفتالات. هاي للمساحة الورانية، هاي اشتريت المساحة الورانية شايفينها، نرجع نطفيها. طبعا في لها كبستين، بتكبسها اول كبسة بتقوم بصير تمشي بسرعة، بتكبسها كبسة ثانية بتصير تمشي بقى شوي بطيئة، كل شوي بتتحرك بس يطفي الضوء ما عاد طفيت. تمام، هاي بالنسبة للأضوية. هلا هاي عندنا هون الضوء انت بتتحكم فيه لتحت ولفوق. تمام، هاي للمساحة القدامانية، هاي المساحة شايفين عم تمشي سريعة. هلا إذا بكمسها كبسة ثانية بتصير بطيئة، هاي كبسة بتوقف بترجع بتمشي، بتوقف بترجع بتمشي. تمام، هاي بالنسبة لهي. حكيت لكم هي الكبسة اللي هي تبع الضوء، هلا هيك اشتغلوا الضوئية، بكبسها برجع بيطفو، طفوا الضوئية، برجع بكبسها بيشعلوا الضوئية. تمام، هي بالنسبة لهي. هي الكبسة ما لنا شغل فيها، هي الكبسة تبع الصيانة، وقت يجي بده يعمل لها الصيانة مثلا مشان يفوت على السيستم تبعها. هلا بكبسها انا، تمام، ما بيطلع لي شيء لانه لازم ينوصل الكمبيوتر عليها ويشتغل عليها السيستم. هاي الكبسة شوفوا هاي لهون ضو، هذا ضو هون فاتح، هلا بس اكبس رقم 9 بصير غامق، صار غامق، هاي معناتها اشتغل الضو الخلفي تبع الرافعة. انا بس ارجع اكبس مثلا انه انا بدي ارجع بالجوع، هون الكبسة تبع الجوع بكبسها سامعني بيطلع صوت وبيشتغل الضو. تمام، هاي مشان شغل الضو الوراني، بس مثلا اطفيها برجع بتطفي، اذا بشغل انا ري ما بيشتغل الضو فبنخليها هلا لانه صار بالليل. هي اللي تحت مشان العرق تبع تبع بلور السيارة، تبع بلور الرافعة عفوا، بس لتطلع مثلا إذا في نفس بالرافعة وكذا وضغط فبصير في عرق مثل عرق السيارة وقت يعرق البلور، فهي بتكبسها بيقوم دغري هو بيحرك وبيروح العرق تبع البلور. تمام، فيها مراية، هي المراية مشان تشوف وراك شو في وراك. تمام، وفيها مراية على جنب كمان، هاي المراية على جنب كمان تشوف اللي على يسارك عشان تشوف اللي على اليسار. تمام، تحت
هون عند الرجل في هي الكبسه، هي اللي بسموه الزمور، زمر السياره. تمام، زمرت هاي بالنسبه لهدول. طيب شو في عندنا كمان؟ طبعا هون فتحه سقف بتجي بلور، مشان اذا انت عم ترفع، عم ترفع شيء مثلا عند الشوكات هدول يبين معك فوق انه شو عم ترفع وشو عم تنزل. تمام، هي بالنسبه لهي الموضوع هذا. طيب هلا بنيجي لهدول، هدول الكبسات هن الاساسيات. هاي اول وحده حاطين لك عليها انه بس تكبسها تسحبها سحب لعندك، ترفع الشوكه لفوق. شوف شلون عم ترفع هلا، شايفين كيف رفعتها؟ برفع، عم ترفع. تمام، هاي انا عم برفعها هلا، بتقدمها لقدام برجع بتنزل. شوف كيف نزلت، شايفين كيف عم تنزل؟ هاي عم تنزل. تمام، هاي بالنسبة لهي. عنا هاي الكبسة الثانية، فوتيس الثانية خلينا نقول، هاي انه انت اذا الرافعة كانت لقدام الشوكة تبعها هيك لقدام، بدك ترفعها لفوق هيك، تخليها مايلة لعندك عشان ما تسحب اذا انت حامل طبلية عليها. رح اكبسها هلا، نشغل الضوء، رح اكبسها. شوفوا كيف ارتفع، ارتفع 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 ارتفع، شايفين؟ عم ترتفع عن الارض، ارتفعت عن الارض، صارت جاهزة. بدي ارجع انزلها، برجع بكبس لقدام هيك، تقوم تنزل. شايفين؟ نزلوا. رح نشغل الساحة. تمام، هي بالنسبة لهي الكبسة الثانية. عندنا الكبسة الثالثة، هي الكبسة الثالثة مشان إذا بدي زيح الشوكات هدول، رح أرفعهم شوي. تمام، شوفوا هلا هن هيك مثلا. تمام، أنا بدي زيحهم مثلا على اليمين، بكبس هي الكبسة اللي عندي، بقوم بزيحوا على اليمين. شوف كيف زاحوا على اليمين. تمام، بدي ارجع رجعهم على اليسار، برجع برجعهم على اليسار. يعني هي مشان زيح الشوكات على اليمين او على اليسار. بدي ارجع انا اعدلهم على النص، برجع بعدلهم هيك، هيك صاروا على النص. تمام، هي اللي هي رقم ثلاثة. رقم أربعة، شوفوا الشوكات كيف مفتوحين، أنا بدي ضبهم مثلا، بدي ضب صغر الفتحة تبعهم. هلا بكبس هي الكبسة هي اللي عندي هيك، بقوم بيصغروا. شوف كيف بيصغروا، صغرت الفتحة، شايفين كيف صغرت الفتحة؟ صغرت، أورجيكم إياها من برا. شايفين هي الفتحة تبعها هي هيك هلا صغرت. هلا برجع بكبس أنا مثلا لقدام، هذا الفوكيس نفسه برجع بكبسه لقدام. شوف شلون بتكبر هلا، بترجع بتفتح. فتحوا، شايفين كيف فتحوا الشوكة؟ فتحوا، بيفتحوا لحد معين مشان شوفوا كيف فتحوا. تمام، هاي بالنسبة لهي الشوكات. طبعا ارتفاعها مثل ما قلت لكم توصل للأربع أمتار تقريبا. رح ارفع انا هلا الشوكات للفوق للاخير حتى اورجيكم ارتفاعها كيف. تمام، بسم الله. هي عم ترتفع لفوق، شايفين؟ بدي ارفعها للاخير وانزل اورجيكم كيف بيوصل تبعها الارتفاع. ما شاء الله، شوفوا كانوا هلا على الارض، هلا رفعناهم صاروا فوق، شايفين؟ هي ارتفعوا لفوق بعلاوة 4 أمتار. طبعا في رافعات بيرفعوا أكتر، شايفين منظرها؟ هي الرافعة، شوف كيف منظرها صار، هي هيك مرفوعين الشوكات لفوق. اختراع على فكرة بجنن كتير كتير كتير، يعني اللي بيطلع الواحد ما شاء الله انه هيك رافع، بسم الله ما شاء الله. على الكهرباء بتحمل طونين. تمام، بتحمل طونين. برجع نزلهم، شايفين كيف تفرد؟ تفرد هلا هيك نزلوا. تمام، هي بالنسبة لهدول. طبعا الرافعة بس انت تمشي، بدك تمشي فيها مثلا، في عندك هي الكبسة اللي هي على اول فوتيس بتجي،
وهنا هاي الكبسة، شايفينها؟ هاي الكبسة، هاي بس اكبسها لقدام، هاي معناتها بيشان عندي ضوء هون بالشاشة، شوفوا انه هلا بتمشي لقدام، تمام؟ برجع بكبسها مثلا هي نفسها هي لفوق، اسمعوا صار يطلع صوت، ولا انه انا بدي ارجع انا ري بيجي معها صوت، في منها بيجي بدون صوت، شايف عم تعطيني انه هلا انا بدي امشي لورا. بكبسها كبسة عادية مثلا، برجع خلص بوقف انا ري، هلا هيك بتوقف، تمام؟ طبعا بنزين انا بس حط على بدي مشيها للرافعه، بكبس بنزين تمام، بيقوم فورا هي بتمشي تمام، فورا بس ايم رجلي عن البنزين فورا متوقف، هي فرام تلقائي، فورا متوقف، بس ايم رجلي عن البنزين فورا متوقف تمام. عندنا هون بيجي فيها ضوء كمان، بتشعله فيها ضوء كثير حلوه تمام. هي اليوم بالنسبه لمعلومات عنا شوي. هون في عنا هي العلبة بتجي فيها كمان تمام، مشان تحط فيها اغراض، تحط فيها اي شيء بدك اياه. هون بتحط فيه القنينة المي تمام، قنينة بتحطها كيف ما بدك تمام. بدي اشرح لكم هون اكثر مرة، اورجيكم البطارية تبعها وين موجودة. هي بتنزل من الرافعة، بس تنزل من الرافعة بتلف هيك على الطرف الثاني، تفتح هون في إلى باب، شايف في إلى كبسة هون، هي الكبسة بتكبسها تفتح الباب، هي البطارية تبعها موجودة هون، هي بطاريتها تمام. هون ما لنا شغل بس البطارية. هون نحن أنا كل ما بخلص شغلي بالليل بفتح هي، برفعها لفوق، بسحبها هيك لفوق تمام، وبحط فيها الفيش الكهرباء تبع البطارية اللي بيشحن البطارية. وبيجي معها كمان هون هي، عشان اذا انت مثلا هيك بتحطها هون هيك بتشكها بهي، خلاص ما بيتحرك الباب بيضله ثابت تمام. نرجع نسحبها، يا لطيف شو برد، يا لطيف. بنسكر، بتسكرها تمام. هاي بالنسبة ل الستافة او الرافعة الشوكية خلينا نقول تمام، اللي هي قابل شتابلة بالالماني، شو كتير حلو يا جماعة، بس برد، شايفين اخواتي. هاي بالنسبة لهي اليوم شرحنا عنها، المرة الجاية ان شاء الله بدي اشرح لكم عن يلي بتحمل اوزان اتقال، بصور لكم اياها كمان ان شاء الله كاملة مشان تشوفوها، ونشرح عنها ان شاء الله كمان شو 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 وضعها. او صحيح نسيت، بس خليني اورجيكم في عنا من ورا اللي هي هي ورا تبع المقعد، هي المقعد انا هون كابسه، وشايفين هون تجي هون هون في هون، طبعا هي ملزقينها لانه هذا شكله مكسور، فهي بتسحبها انت من هون، بس تسحبها سحبه من هون وسحبه من الطرف الثاني كمان، وهون بس تسحبها بتلاقي بقلبها، ان شاء الله بصور لكم اياها مره ثانيه بالرافعات الثانيه، بتلاقي هون في خزان المي تبع المساحات تمام، بتلاقي في خزان المي هون تبع المساحات مشان تعبي مي اذا فضي المي تبع المساحات تمام. طبعا نسيت لكم شغله، انا المساحات اذا انت بدك مثلا تطالع مي من هون تكبس كبسه طويله عليه هون، شوف شلون بيطلع مي، هلا شايفين طلع مي، بتضلك كابس كبسه طويله بقوم بيطلع مي من تبع المساحات تمام اخواتي. هاي بالنسبة لفيديو اليوم، بتمنى ان شاء الله ان يكون افادتكم بالموضوع واستفدتوا، منظر حلو مثل ما كنتم شايفين تمام. بتمنى ان شاء الله اكون افادتكم بالفيديو، واذا سمحتوا اذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس واعملوا لايك، واي تعليق بدكم اياه، حابين تسألوا عن أي شيء، تعرفوا أي شيء عن الشتابلة هاي والرافعة كمان اكتبوا لي بالتعليقات، يعني بساعدكم فيها، وإن شاء الله يعني بإذن الله عندي شوية خبرة فيها أنا بإذن الله. فلا تنسونا من الاشتراك، الله يخليكم ودعمونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.